بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا عليه السلام من كتاب الكافي الشريف الحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب حديث طويل رواه يزيد ابن سليط الزيدي وقد تلونا شطرا من هذا الحديث في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة نتلو شطرا اخر من هذا الحديث الشريف. فقال ابو ابراهيم فاقبلت على رسول الله صلى الله عليه واله فقلت قد جمعتهم لي بابي وامي فايهم هو. ذكرنا في القسم السابق من هذا الحديث ان كل امام يعلم بالأئمة الذين هم من بعده، لأن رسول الله صلى الله عليه واله قد بلغ أمير المؤمنين علياً عليه السلام بأسمائهم، وكل إمام سابق يبلغ الإمام اللاحق بأسماء الأئمة الذين من بعده، فكل واحد يعلم بمن سيكون إمامًا من بعده، لكن تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه واله فيهم، وتبليغ أمر الله سبحانه وتعالى بإمامتهم، إنما يكون حينما يرى الإمام، أي إمام، يرى رسول الله وأمير المؤمنين، إما في اليقظة بالمكاشفة، وإما في المنام. ومنام المعصومين ليس كمناماتنا لان المعصومين مناماتهم حجه لانه ليس للشيطان عليهم سبيل فرؤياهم صادقه دائما بعكس سائر الناس حيث ان رؤياهم تختلط الرؤيا الصادقه باضغاث احلام واحيانا تكون لمه من الشيطان فلذا رؤيا غير المعصومين ليست بحجة. فعلى كل حال كل إمام حينما يقترب أجله، فيكون مأمورًا بتبليغ إمامة الإمام الذي يليه. إن لم يكن في تقية، فالتبليغ عام للجميع. وإن كان في تقية، فيبلغ الخواص من الأصحاب. مع جعل علائم قد تكون هذه العلائم عامه للجميع بما لا يتنافى مع التقية فعلى كل حال حينما يقترب اجله يرى الرسول ويرى امير المؤمنين عليهما والهما الصلاه والسلام في اليقظة بالمكاشفة او في المنام فيأمرانه ب التبليغ وإعلان إمامة الإمام الذي يليه فهنا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول إنه رأى رسول الله ورأى أمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام فقال أبو إبراهيم يعني الإمام الكاظم فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت قد جمعتهم لي لأن كل الأبناء قد جمعهم رسول الله صلى الله عليه واله. فأيهم هو، أي واحد من هؤلاء الأبناء هو الإمام الذي يجب علي أن أبلغ الناس بإمامته؟ طبعًا هذا السؤال هو سؤال العارف، لأن أحيانًا الإنسان يعلم بشيء، لكن مع ذلك لجهة ولحكمة يسأل. مثلا الله سبحانه وتعالى سأل موسى: "وما تلك بيمينك يا موسى؟" قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الله سبحانه وتعالى حينما يسأل موسى: "وما تلك بيمينك؟" هذا السؤال العارف، لماذا سأل هذا السؤال؟ لأجل غرض مذكور فيه كتب التفسير. هنا الإمام الكاظم يسأل رسول الله: أنت جمعت أبنائي كلهم وقلت إن أحدهم الإمام فأيهم هو؟ والإمام الكاظم يعلم أن الإمام هو الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام من بعده، ولكن يريد أن يسمعه من رسول الله، من لسان رسول الله صلى الله عليه واله. ويريد ان يبين رسول الله صلى الله عليه واله فضائله، فقال رسول الله هو الذي ينظر بنور الله عز وجل، ويسمع بفهمه، وينطق بحكمته، يصيب فلا يخطئ، ويعلم فلا يجهل، معلما حكما وعلما، هو هذا واخذ بيد علي ابني. هنا رسول الله صلى الله عليه واله في المكاشفة أو في المنام يبين للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام فضائل الإمام الرضا، فيقول: هو الذي ينظر بنور الله، هذه الباء للاستعانة، وباء الاستعانة تدخل على آلة الفعل، مثلا تقول: كتبت بالقلم. وسيله الكتابه هي القلم فباستعانه القلم كتبت ينظر بنور الله يعني الله سبحانه وتعالى جعل فيه نورا وبسبب هذا النور ينظر الى حقائق الاشياء لانه الانسان قد يكون نظره لشيء نظر سطحي وقد يكون نظره نظر عمقي. يعني واحد مثلا مريض. انت تشوف وجهه متغير مثلا احمر او اصفر او اي لون اخر. تشوف الظاهر. لكن الطبيب الحاذق حينما حينما ينظر الى وجه هذا المريض يكتشف انه هذا مثلا مبتلى بالمرض الكذائي. انت تشوف ظاهر لكن هو لخبرته يشوف الباطن هذه الحياه لها ظاهر لكن لها باطن الظاهر مثلا انت تشوف الان هذه القوانين التي تحكم السماوات والارض مثلا قانون الجاذبيه قانون الجاذبيه يحكم السماوات والارض لماذا الارض لا تنفلت لأن الشمس تجذبها هي هم تتحرك فيصير توازن بين جذب الشمس لها وبين حركتها الحركة لو وحدها كانت كانت تبعدها جذب الشمس لها لو كان وحدة كانت الأرض تندمج في الشمس لكن هذا القانون الجاذبية مع الحركة يسبب أن الأرض تبقى بهذه الكيفية من البعد عن الشمس، لا هي قريبة للشمس حتى تندمج فيها فيها، ولا هي تفلت من الشمس حتى تكون مثلا كهذه النيازك والاحجار التي هي حائرة في السماوات. هذا قانون الجاذبية، هذا الظاهر. لكن الباطن والواقع هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض. في الآية الشريفة: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إنزالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أو مثلا أنت تنظر إلى الطير يطير زين تراجع إلى قانون الفيزياء لماذا الطير لا يسقط على الأرض لماذا جاذبية الأرض لا تجذب الطير قول أن هناك طاقة وكيفية خاصة في جسم الطير بحركة جناحه هذا يسبب أن الجاذبية لا تتمكن من جذبه، فيصير توازن بين حركته لجناحيه ولذيله وتركيبة جسمه وبين الجاذبية فيتمكن من الطيران. والناس والمخترعون عن طريق دراستهم لجسم الطير وكيفية تمكنه من مقاومة الجاذبية اخترعوا الطائرات مثلا. فالظاهر ان هناك قانون خاص يسبب انه الطير يتمكن من التوازن بين قانون الجاذبيه وبين قانون قوانين اخرى يتمكن من الطيران ولا يسقط، لكن في الواقع الباطن شنو هو؟ ما يمسكهن الا الرحمن، الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك هذه الطيور من ان تسقط، كما في سوره الملك. أنت تشوف مثلاً الأمطار، كيف هذه الأمطار تتكون؟ القانون الفيزيائي يقول لك أنه الشمس تشرق على البحار، حرارة الشمس تسبب تبخر المياه، البخار خفيف وحار فيرتفع إلى مقدار معين. من السماء ما يرتفع الى مقدار اللي يتفتت في الجو، لا، إلى مقدار معين ضمن قانون معين. ثم هناك قانون آخر طبيعي اللي هو الرياح. هذه الرياح تسحب السحب إلى مكان معين، ثم إنه هذه الغيوم، هذه هذا البخار يتركز يتحول إلى قطرات ماء مرة ثانية. عندما يصير قطرة ماء يصير ثقيل. فالجاذبية تجذبه فيصير بشكل مطر. هذا القانون الطبيعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الظاهر هو قانون حق والله قد جعله، لكن هذا الظاهر الباطن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر ملائكة بتدبير أمر الكون هي التي تقوم بهذه العملية بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا منافاة بين الظاهر والباطن، يعني قانون الظاهر موجود والقانون الباطني أيضا موجود، والله سبحانه وتعالى قد قرن بينهما، يعني حينما القانون الظاهري يجري الله سبحانه وتعالى يجري القانون الباطني أيضا، مثل واحد يموت، لماذا مات؟ أسباب طبية، يقولون أصيب بسكتة، أصيب بمرض، أصيب بكذا، أصيب بحادث. فمات. هذا السبب الظاهري. لكن السبب الباطني الواقعي ان الله سبحانه وتعالى امر ملك الموت ليقبض روحه. والله سبحانه وتعالى جعل السبب الواقعي مع السبب الظاهري. ان إذا صار حادث الله سبحانه وتعالى يامر الملك ملك الموت بقبض روح هذا الانسان مثلا. إذا صار له في مرض الله سبحانه وتعالى يامر الملك بقبض روحه فتقارن السبب الظاهري مع السبب الواقعي. لذا الله سبحانه وتعالى في سوره الروم يقول: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. زين. الناس ينظرون الامور بظاهرها. لكن المعصومون ينظرون للامور بحقائقها. كيف حصلوا هذا الشيء؟ لأنهم ينظرون بنور الله، يعني الله سبحانه وتعالى جعل فيهم نوراً. هذا النور صار الوسيلة والآلة للنظر إلى حقائق الأشياء. ينظر بنور الله، الإمام الرضا إمام معصوم، معين من عند الله سبحانه وتعالى، فهو ينظر إلى حقائق الأشياء. ويسمع بفهمه. احنا كثيرا نستمع كلمات لا نفهمها او نفهم شيئا ظاهريا منها. الان ايات القران لها ظاهر ولها باطن. الظاهر حجه لنا لان الله سبحانه وتعالى انزل القران بلسان عربي مبين. فظاهر القران حجه. ويجب العمل به لكن باطن القران نحن لا طريق لنا اليه لا نتمكن من الوصول اليه هذا علم الله سبحانه وتعالى خص به رسول الله صلى الله عليه واله والائمه المعصومين اخذوه عن رسول الله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، وعلمه الراسخين في العلم، وهم الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وعلمنا بتأويلات القرآن إنما يكون عن طريقهم، يعني إذا الرسول بين تأويل آية من القرآن، أو الإمام علي عليه الصلاة والسلام بين تأويل آية من القرآن، فهذا أيضاً يكون لنا حجة، أما نحن هل لنا طريق لمعرفة ذلك التأويل؟ كلا. نسمع الآية وقد نفهم معناها الظاهر منها وهو حجة لنا لكن لا نفهم المعنى الباطن التأويل لكن الإمام المعصوم ويسمع بفهمه يعني الله سبحانه وتعالى رزقه فهم الباطن مثلا في تعبير الرؤيا يوسف عليه الصلاه والسلام ماذا يقول؟ ذلك مما علمني ربي. الله سبحانه وتعالى علمه تعبير الرؤيا. لان الرؤيا عاده تكون رموز. هذه الرموز تشير الى حقائق اذا كانت رؤيا صادقه. فك شفره هذه الرموز انما هو بتعليم من الله سبحانه وتعالى ويسمع بفهمه. وينطق بحكمته. الإنسان يتكلم، قد يكون كلامه بحكمة وقد لا يكون بحكمة. أما المعصومون عليهم الصلاة والسلام كلامهم دائما بحكمة. الحكمة شنو هي من الإحكام؟ ولازمها وضع الشيء في موضعه. لأن ذلك إحكام له. الإمام عندما يتكلم كلامه بحكمة، ما في لغو. ما في كلام في غير موقعه يصيب فلا يخطئ هذا عصمته الرسول يقول الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام في المكاشفه او في المنام ان الامام الرضا يصيب فلا يخطئ يعني معصوم لان غير المعصوم يخطئ حتى لو كان انسان حذر عالم ورع متقي دقيق لكن قد يخطئ عدم الخطأ هذا عصمه يعني حفظ لأن العصمه من ماده عصمه بمعنى حفظ، الله سبحانه وتعالى يحفظه يحفظه من الخطأ والسهو والنسيان والغلط، فضلا عن حفظه عن المعصيه والرذائل الخلقية، يصيب فلا يخطئ، ويعلم فلا يجهل، لان الله سبحانه وتعالى علم رسوله جميع علم الشريعه والرسول علم الائمه عليهم الصلاه والسلام ذلك فما يجهل شيئا من الاحكام والرسول صلى الله عليه واله علمه الله سبحانه وتعالى القضايا علم ما كان وما يكون وما هو كائن الله علمه وامره بان يعلم امير المؤمنين عليا عليه السلام ذلك ومنه الى الائمه لذا الامام الرضا عليه الصلاه والسلام ويعلم فلا يجهل معلما حكما وعلما لان الله سبحانه وتعالى كما يعلم الانبياء الحكم والعلم كذلك يعلم الائمه عليهم الصلاه والسلام إما عن طريق الرسول صلى الله عليه واله، وإما عن طريق تحديث الملك، لأن الملائكة ليسوا ليس تحديثهم خاصا بالأنبياء. الملائكة حدثوا مريم سلام الله عليها ولم تكن نبيا، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الملائكة حدثت فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وحدثت الأئمة عليهم الصلاة والسلام. معلما حكما وعلما هو هذا الرسول يقول للامام الكاظم هو هذا واخذ بيد علي ابني ثم قال الرسول يقول للامام الكاظم وهو في طريقه الى العمره يقول له انت ترجع من السفر تفارقه وهو ما حدث يعني الإمام الكاظم حينما رجع من العمرة إلى المدينة هناك هارون العباسي أمر القبض على الإمام الرضا وأودع في السجن وأطلق سراحه لفترات قصيرة لكن لم يرجع إلى المدينة كان في بغداد إلى أن توفي في السجن مسموما ما أقل مقامك معه فإذا رجعت من سفرك هذا فأوصي، وأصلح أمرك، يعني شؤونك أنت تكملها، لأنه أحياناً الإنسان عنده قضايا بالتدريج يقوم بها، يعني مثلاً قضية تحتاج لها سنة، في خلال سنة يقوم بشأن ذلك تلك القضية. لكن اذا يدري انه عند سفر او عند موت يحاول انه يغلق الملفات يخلص القضايا فاوصي واصلح امرك وافرغ مما اردت فانك منتقل عنهم ومجاور غيرهم في السجون كان الامام عليه الصلاه والسلام زين بعدين هنا الامام الكاظم عليه الصلاة والسلام يأمره رسول الله صلى الله عليه واله بأن يجمع اخوته وأعمامه. أعمامه يعني اخوة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وإخوانه يجمعهم وعملا يبين لهم بأن يتبعوا ابنه عليا عليه الصلاه والسلام، الامام الرضا، يتبعوه. بعد ذلك يجمع ابناءه، وايضا يامرهم باتباعه عملا، كيف؟ عندما يجمع الاخوه والاعمام، يقول لهم اني قد اوصيت ابني عليا بان يغسلني، وان وبان يصلي علي. ومن المعلوم ان الإمام لا يغسله إلا إمام ولا يصلي عليه إلا إمام ولذلك الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام جاء بطي الأرض بحكم من الله سبحانه وتعالى بطريقة إعجازية الى كربلاء صلى على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام طبعا الإمام الحسين لم يكن يجب غسله لانه الشهيد في المعركه لا يغسل. يصلي عليه صلى عليه ودفنه لان الامام لا يغسله الا امام ولا يصلي عليه الا امام ولا يدفنه الا امام. وهكذا كل امام الامام الذي من بعده يغسله ويصلي عليه. الامام الكاظم توفي مسموما في السجن. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بأمر من الله وبإذن منه بطي الأرض. جاء إلى السجن في بغداد وغسل الإمام الكاظم وصلى عليه ثم رجع، والناس لم يشعروا بذلك. بعد ذلك في الظاهر إجوا الغسالين غسلوا الإمام الكاظم وصارت صلاة عليه في الظاهر ثم دفن. لكن في الواقع الامام الرضا المره الاولى هو الذي قام بهذه المهمه. فعلى كل حال كان هذا معروفا لديهم لانهم ابناء الائمه عليهم الصلاه والسلام. اعمام الامام الكاظم هم ابناء الامام الباقر. واخوه الامام الكاظم هم ابناء الامام الصادق. يعرفون هذه الاحكام. بين لهم انك قد اوصيت بان يصلي عليك وان يغسلك قبل ذلك الامام الرضا عليه الصلاه والسلام، حتى يعلموا بانه هو الامام وانك اوصيت اليه. واجعله امامهم وهم يتبعوه عملا، هو يكبر سبع مرات وهم من خلفه يكبرون، يعني تبعيه عمليه ايضا، يعني مو فقط بيان الوصيه لهم. وانما اتباع عملي، يعني هو يكبر انتم تتبعوه في التكبير. فإذا أردت فادعو عليا فليغسلك، أو فليغسلك وليكفنك، فإنه طهر لك. يعني أوصه بأن أنت الذي تغسلني، أنت الذي تكفنني، فإنه طهر لك. طبعا الإمام بموته لا ينجس إحنا الواحد منا عندما يموت ويبرد جسمه 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 ينجس فبالغسل يطهر جسمه مرة أخرى لكن المعصوم لا ينجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا ولذا قيل لأمير المؤمنين الرسول بموته نجس بدنه؟ قال له. قالوا له: فلماذا غسلته؟ قال لجريان السنة. هو صحيح طاهر مطهر، لكن الحكم الشرعي انه اذا واحد مات لازم يغسل، وهذا الحكم عام للجميع ما في استثناء، فيشمل المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فسائر الناس يغسلون لأن أبدانهم تنجس، وبالغسل يطهرون. أما المعصومون يُغَسَّلون لجريان السنة حتى القانون يكون عام، ولا يجري فيهم تلك العلة أو الحكمة التي في الآخرين، فادعُ عليا فليغسلك وليكفنك فإنه طهر لك، ولا يستقيم إلا ذلك، وذلك سنة قد مضت، يعني هذه سنة وسنة واجبة مو انه تغسيلك والوصيه بذلك للنجاسه، لرفع النجاسه، كلا لانها سنه قد مضت فاضطجع بين يديه يعني اجلس امامه وصف اخوته خلفه وعمومته ومره فليكبر عليك تسعا يعني شنو؟ يعني تسع مرات يكبر وهم يتبعونه في التكبير وانت امامهم جالس او مضطجع حتى يعلمون انه لازم يتبعوه هذه تبعيه عمليه يعني وصيه وصيه لكن عملا هو يكبر انتم تكبرون هو ما مكبر انتم لا تكبرون فهذا يكون اتباع عملي حتى يركز الامر في ذهنهم فانه قد استقامت وصيته يعني بانت لهم الوصيه ووليك وانت حي ثم اجمع له ولدك من بعدهم ذاك كان الأعمام والإخوة المرة الثانية الأبناء حتى واحد من الأبناء في المستقبل لا يطمع في الإمامة لأن سائر الأبناء ليسوا بمعصومين ويمكن يطمع فحتى لا يطمع في ذلك أنت تبين له ثم اجمع له ولدك من بعدهم يعني بعد الإخوة والأعمام فأشهد عليهم وأشهد الله عز وجل وكفى بالله شهيدا اجعل الشهود عليهم حتى باشر واحد لا يدعي أنه ما أدري آني أنت 18 واحد أو 17 واحد من أبنائك اجتمعوا كلهم موجودون واحد باشر يريد يدعي أنه هو الإمام ما بمجال لأنه الآخرين يشهدون أنه أنت كنت في حين الوصية قال يزيد ثم قال لي أبو إبراهيم إني أخذ في هذه السنة والأمر هو إلى ابن علي سمي علي وعلي علي الرضا سمي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسمي زين العابدين عليه الصلاة والسلام. فأما علي الأول فعلي بن أبي طالب عليه السلام. وأما الآخر فعلي بن الحسين زين العابدين. أُعطي فهم الأول وحلمه ونصره ووده ودينه ومحنته. الله سبحانه وتعالى جعل الأئمة عليهم الصلاة والسلام في الفضاء المتساوون نعم بعضهم أفضل من بعض لكن كل فضيلة لأحدهم تكون أيضا للآخرين فلذلك أعطي فهم الأول يعني فهم علي بن أبي طالب وحلمه ونصره ووده يعني المحبة في قلوب المؤمنين لا يحبك إلا مؤمن ودينه ومحنته المصائب التي جرت عليه ومحنة الآخر وصبره على ما يكره الإمام زين العابدين كان أسيراً والإمام الرضا أيضاً كان أسيراً يعني الإمام الرضا في فترة ولاية عهده تقريباً خمس سنوات كان شبه محبوس عند المأمون وفي سراخس في هذه الفترة في فترة كان 11 شهر مسجون أصلاً الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام فأعطي محنة الآخر وصبره على ما يكره وليس له أن يتكلم إلا بعد موت هارون بأربع سنين إلى أربع سنين من موت هارون التقية مستمرة لكن بعد أربع سنين يصير اضطراب في ملك بن العباس الأمين والمأمون يتقاتلان تصير يصير ذلك الوقت وقت الفرج عندما يصير وقت الفرج الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يتكلم بما شاء من غير تقية وللحديث يتتم يتعلق بالنص على إمامة الإمام الجواد عليه السلام نتركه إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين